قد تبدو هذه المشاهد لمختلف أنواع الدجاج التي يقوم صاحبها بعرضها لزبائنه قد تبدو بالأمر العادي، لكن ربما الشيء غير الطبيعي هو عندما تكتشف أن سعر الدجاجة الواحدة يتراوح بين 28 و 42 مليون سنتيم. كله فيها كل شيء أسود حوالي 42 مليون سنتيم. فيها أنواع الأدوية كثيرة، البيض تاعه أسود. الله أعلم كما طلعنا عليه على الإنترنت لقينا البيض تاعه يداوي الروماتيز كيكونوا صغار 6 ملايين، البيضة تاعهم 1400 من 700 حتى 1400. نورمال فارينة، فارينة تاع الحب. يعيشوا بيا، يتأكلموا. كاين اللحم كلش كحل وكاين اللحم فيها نوعين، هذه اللحم تاعها تجي بيضة والعظمة تاعها تجي كحلة. أسعار وإن كانت خيالية فهي بالنسبة لصاحبها عادية بالنظر إلى أهمية هذا النوع النادر من الدجاج، خاصة ذات اللون الأسود الذي يساعد في العلاج من بعض الأمراض المستعصية. واعر بزاف، خافوا من الدجاج. يدير 500 ألف. ها؟ هو نكس باش تلقى لاطي ديك الدو نكسة، كاين الصغار وهكذا بصح نكسة لاطي تاعو كبير هذا عليه. تبقى أسعار هذا النوع من الدجاج حتى وإن كان نادرا واستهلاكه مفيد لصحة المواطن، عنوان دهشة واستغراب هذا الأخير.